أنا هخلي عنوان هذه المحاضرة كيف نستعد ونتجهز جميعا لنصرة دين الله. نحن لا نريد أن نحارب من أجل أرض فحسب ولا عرض فحسب، إنما نريد جميعا أن نحارب من أجل إعلاء كلمة الله للدفاع عن مقدساتنا الإسلامية. لكن كيف نحارب هذا؟ بقلوب تلطخت بحب الآثام، بالقلوب التي تشوهت من رؤية المتبرجات الكاسيات العاريات. أينصرنا الله ونحن نقضي الليالي ذوات العدد معتكفون في غرف مغلقة نعصي الله جهارا نهارا يا عباد الله؟ أينصرنا الله وفينا من يأكل الربا؟ أينصرنا الله عز وجل وفينا من يأكلون حقوق الناس؟ أينصرنا الله عز وجل والإنسان مننا مش عارف يحب أخوه؟ أينصرنا الله عز وجل وفينا ناس بتكفر بعضها؟ نحن لو طرحنا مسألة فقهية على الجمع دلوقتي لمسكنا بعض بالنبابيت وكل واحد قام ضرب التاني. مش هقول مسألة اعتقادية ولا مسألة في العقيدة ولا ضرب من ضروب الأصول، سنطرح مسألة سهلة جدا جدا، أي مسألة ولو المسح على الخفين لن نجد أربعة متفقين. لو طرحنا أي أطروحة من الأطروحات سنختلف ولا نتفق، وهذا من فعل الغرب فينا. قسمونا فرقا وأحزابا ودويلات حتى جرعونا ويلات الفرقة. وهذا الدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة كيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء دولة؟ كيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء أمة؟ كيف بدأ صلى الله عليه وسلم صياغة جيل؟ كيف بدأ صلى الله عليه وسلم بناء مدينة ستنبعث منها الأنوار إلى يوم القيامة؟ دخلها عايزين نقف هنا عند القصة دي ونعرف الأصل في وجودنا في هذا العالم. أنت موجود في هذا العالم من أجل الأكل والشرب والنكاح فحسب؟ موجودين في هذا العالم لنأكل ونشرب وندخر فحسب؟ احنا جئنا الى هذا العالم لأسمى رسالة، من اجلها قال الله للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. انت عرفت انت ايه ولا ما انتش عارف؟ ما تسمعني انت ايه؟ انت ايه؟ عايزين نقف هنا. عرفت انت ايه؟ عرفت ربنا احسن فيك الظن ازاي؟ عرفت مش الظن، أكمل فيك الاعتقاد. ما حطكش عند محل ظنه، لأنه تكلم مع الملائكة بلغة الماضي كأن الأمر نفذ خلاص، كأنه خلاص ما حدش يناقشني في القرار. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بيقول للملائكة على طريقة المباهاة بك الله سبحانه وتعالى يوم أراد أن يوجدك ما أوجدك فحسب، إنما قبل إيجادك أثنى عليك ثناء ليتك تعرفه وتقدره وتفهم أنك في هذا العالم محل ثقة الله. أنت تعرف أنت إيه؟ أنت محل ثقة ربنا. الله طول رقبتك بين البرايا والخلق قبل ما يوجدك. الله عملك على هيئة ملك بين الملائكة فقال إني جاعل، يعني خلاص الموضوع ده انتهى. ما قالش إني سأجعل في الأرض خليفة. لو قال سأجعل يبقى الموضوع محتاج مناقشة. الله قال إني جاعل والملائكة سمعوها إني سأجعل، لأنهم ناقشوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الموضوع نقض وإبرام، ما فيش، لا يخضع لأي نقض ولا نقد.
لا ينقض بالضاد ولا ينقض بالدال، يعني ما حدش يعرف يعترض على اللي قلته، ولا ينفع حد يقول ان الكلام ده ما ينفعش هنا. الموضوع منتهي وختم عليه بعلة اني اعلم ما لا تعلمون. فالموضوع ده منتهي. تعرف انت اتوجدت هنا في العالم ده ليه؟ عشان تكون مظهر اسماء الله الحسنى. امال يعني ايه خليفة؟ ما هو الخليفة عبارة عن واحد لبسناه تبنة، احنا تبنة، احنا عليه تبنة ولبسناه تبنة. يعني ايه خليفة يا اولاد؟ خليفة يحكم وخلاص؟ لا يا ابني، خليفة يعني يعمر ما يدمر. انت موجود هنا خليفة علشان تعمر. لسه كنت بحكي لاخواننا قبل قليل قصة سهلة جدا، بقول لما قرأت قصة السيدة ام معبد وهي بتوصف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اعظم خليفة وجد في هذا العالم. الست دي ما شافتش من سيدنا النبي، ما اتكلمش معاها في مسألة في شرح العقيدة، ما قرا لهاش صحيح البخاري، ما قراش عندها مثلا سورة قل والله احد، حتى ما قرا لهاش الفاتحة. كل اللي عملوا معاها يا اولاد انه سقاها، ان لقاها ضعيفة فأواها، انه احسن عندها الخلق فعبرت بما شربت وما رأت عن عظيم الخلقة، فأثنت على مقامات الخلافة في مشهد عبد تحقق بوصف مولاه. ولذلك أقول أن الإسلام في أجل معانيه الخلافة الربانية لهذا العالم، أن يراك الله في حلة من طراز سيدك من غير أن تتوهم أنك سيدك. الحقيقة أن أنت في إيه؟ أنت هنا مستور. ليه يا حبيبي؟ لأنك كنت حتة طينة من شوية قبل النور، لما نورك بجوهر النفخة بقى ليك الحضرة والحضور، فصرت مجلى كمال الاحترام ومظهر لمظاهر مجال الإنعام، حتى إذا رؤوا ذكر الله فبقيت مراية من مرايا النور ومشهد من مجال الحضور. كل من أراد أن يتصل لابد أن يكون بك متصل، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا العبد لما يتحقق بوصف سيده ويتواضع ويبقى عارف من جواه أنه هو مش سيده، هم يقول إيه؟ أنا طينة. أيوة نعم طينة، أنا حتة طينة خالص، آدي وصفي، آدي اللي أنا جيت بيه للعالم، أنا طينة نعم، لكن بدت بجماله وتشكلت بالهيكل النوراني. ولذلك هذه النفخة الربانية اللي نفخها فيك ربنا من روحه جعلتك خليفة. أول ما نقول الحياة انتهت يسحب الأمانة، فيصير الجسم ده إيه؟ مأكل للدود ومسكن للحود